أظن كان فيه أداء أكثر من الناحية الهجومية. على كل واضح أنه مراسم التتويج انطلقت الآن بتتويج فريق وفاق سطيف. سأعود من الفريق على فعالية تتويج فريق وفاق سطيف، ثم مباشرة بعد نهاية هذه المباراة نرجع لتحليل مباراة وفاق سطيف ومولدية بجاية. سمير المعيرفي لك الخط من جديد. نعم هيكل، نعود إلى أجواء ولحظات التتويج لنهائي كأس السوبر الجزائري الذي توج به للمرة الأولى تاريخيا وفاق سطيف بعد انتصاره على مولودية بجاية، ليسجل وفاق سطيف اسمه في قائمة أبطال كأس السوبر الجزائرية برفقة مولودية الجزائر صاحب ثلاثة ألقاب وشبيبة القبائل، صاحب اللقب الوحيد بالإضافة إلى شباب بولزداد اتحاد شوية رائد القبة واتحاد الجزائر ومولودية وفاق سطيف الآن يدون اسمه كسادس الأندية المتوجة بلقب كأس السوبر الجزائرية. طاقم التحكيم بقيادة من يقود أو من قاد لقاء هذا النهائي مختار أماليو أيضا تقدموا لاستلام ميدالياتهم التذكارية في انتظار تتويج لاعبو مولودية بجاية بالميداليات الفضية، وفي انتظار أيضا تتويج وفاق سطيف بالميداليات الذهبية وكأس ولقب هذه البطولة، فريق الذي وصل مرتين إلى نهائي كأس السوبر الجزائرية في السابق ولم ينالها، الليلة يصل المرة الثالثة ويظفر بها في ليلة التتويج بالنسبة لبطولة كأس السوبر الجزائرية. ننتظر استكمال مراسم التتويج. يتقدم الى اللاعبي مولودية بجاية المتوجين بالمركز الثاني والميداليات الفضية كأس الجزائر، كانوا يبحثوا ان يكونوا ابطالا لكأس السوبر الجزائرية لكنهم اصطدموا بفريق عنيد وبخصم كبير وصاحب تاريخ كبير وفاق سطيف الذي يتوج بلقب هذه البطولة. الميداليات الفضية والتتويج لازال لاعبو مولودية بجاية يواصل استلامهم للميداليات الفضية. لا زال لاعبو مولودية بجاية يتقلد الميداليات الفضية من عز الدين مهوبي وزير الثقافة الجزائري. حضور من الشخصيات وايضا يتولى لاعبو
ومولودية بجاية يايا يتلقى الآن أو يتقلد الميدالية الفضية. نير الدين مهوبي وزير الثقافة الجزائري كما ذكرنا أياد وأفراح كبيرة في الجزائر بذكرى 1 نوفمبر الذكرى 61 لاندلاع الثورة الجزائرية وبكرنفال وأفراح وطنية كبيرة أيضا تكمل بهذه المواجهة الكروية التي أيضا شهد ملعب الشهيد حملاوي. للاعبي مولودية بجاية وفي انتظار الأبطال في انتظار من يحمل لقب هذه البطولة. وفاق الصيف للمرة الأولى تاريخيا بينما لازال يتوالى الجهاز الفني والإداري من جانب مولودية بجاية أيضا هدية تذكارية تقدم من أو الجائزة المالية للمركز الثاني بالإضافة أيضا إلى الميداليات تسلم إلى نادي مولودية بجاية. وبذلك ينتهي تتويج لاعبو مولودية بجاية. الآن يبدو لي بأنه يأتي تتويج النادي البطل المتوج بلقب هذه النسخة وفاق سطيف. الذي ينتظر أن يصعد لاعبوه لاستلام الميداليات الذهبية وبعد ذلك رفع كأس هذه البطولة في الوقت الذي التحية تأتي من جانب أنصار وعشاق وفاق سطيف المتواجدين في جنبات مدرج الشهيد حملاوي. محمد رواروا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الكل في انتظار صعود لاعبو وفاق سطيف. نعم الآن يأتي الإعلان عن تقدم لاعبو وفاق سطيف لاستلام الميداليات الذهبية وبعد ذلك أيضا كأس السوبر الجزائري الذي يتوج به للمرة الأولى تاريخيا ويضاف إلى سلسلة ألقاب وفاق سطيف التاريخية. نعم كذلك الأمور وكذلك التصريحات التي جاءت من أجل إثراء سجل الوفاق بلقب مفقود لم يحقق منذ أعوام رغم ألقابه العديدة على الصعيد القاري والصعيد المحلي لكنه لم يتوج بلقب هذه البطولة. الآن نعم يتوج بها
ويسجل وأيضا يدون هذه البطولة في سجلاته ويثري سجل الوفاق الممتلئ والمتخم بالبطولات ببطولة أخرى وبلقب آخر من خلال كأس السوبر الجزائري. عبد الملك كزيايا ورفقاء عبد الملك كزيايا وبقية لاعبي مولودي وفاق الصيف الآن يتوج باللقب. كلمات باصمة ولحظات فرح مع هذا التتويج لوفاق الصيف. الفريق الذي الآن تقلد لاعبو الميداليات الذهبية خديرية بوسار حاسي بالأمري كنيس شامادة وازوا داغولو حدوش وبالأميري بنياتسو عبد الملك كزيايا الأسماء التي تكتب أسماؤها في اللقاء النهائي من أمام مولودية بجايا ويبقى اسم بالأميري من جاء بالهدف هو الاسم الأبرز الليلة بلا أدنى شك بأنه لا اسم يتردد بصورة كبيرة سوى هذا النجم الذي جاء في شوط اللقاء الثاني ليأتي بهدف التتويج بلقب هذه البطولة. ليلة من الليالي السعيدة لوفاق الصيف ربما كانت تنتظر من أجل أن يستعيد وفاق الصيف رونقا أن يستعيد وفاق الصيف حضوره في الأيام القادمة. من الجانب المعنوي اللقب ربما يكون له تبعات كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة لوفاق الصيف بالنسبة لنسور الهضاب. خلينا ناخذ انطباع مشاهد تتويج وفاق اليوم يتوالى لاعبو الحاج اسمح مرة وفاق الصيف في التتويج والظفر أيضا والتحية التي أيضا تأتي من جانب اللاعبين للجماهير التي حضرت وتواجدت في ملعب قسنطينة. الجماهير التي حضرت وتواجدت ولو أنها لم تكن بتلك الأعداد الكبيرة. خديرية بينما اللاعبون الذين استلموا الميداليات الذهبية الآن يستعدون للوقوف على منصة التتويج الوقوف على منصة الفرح التي سوف يحتفلون بلقب وكأس السوبر الجزائري عليها بعد لحظات قليلة. أمادة داغولو وبقية الأسماء أيضا تأتي بينما هنا المنصة التي أعدت من أجل الفرح من أجل البطل الذي هو وفاق الصيف على حساب مولودية بجاية. الجهاز الفني تقدمه خير الدين مضوي الذي المدرب الذي ينجح في تتويج فريقه بلقب هذه البطولة. الرجل الواضح أمامك الآن في الصورة نعم خير الدين مضوي من يصعد برفقة مساعديه ومعاونيه إلى استلام الميدالية الذهبية يجد التهاني في هذه الأثناء. يبدو أن الكثير من عشاق وفاق الصيف يتواجدوا في المقصورة الرئيسية لملعب الشهيد حملاوي. على أنغام الفرح وأنغام التتويج خديرية الآن الحارس العملاق هو الآخر يكون له نصيب من
الأحاديث والتهاني في المقصورة الرئيسية لملعب اللقاء نعم اختارية. ربما من سوف يتسلم ويقوم برفع كأس السوبر الجزائري أمادة مع داغولو وحديث ما بين الاثنين. الجائزة المالية لوفاق سطيف جائزة المركز الأول بالنسبة لوفاق سطيف قبل أن يتم تسليم كأس البطولة. اختارية وحديث حاضر على المقصورة الرئيسية. تاريخ وفاق سطيف وفي المرة التاسعة على صعيد هذه البطولة. إذن وفاق سطيف يتوج بلقب السوبر الجزائري من أمام مولودية بجاية للمرة الأولى في تاريخه من خلال هذا العام 2015. أنا سمير المعرفي كنت سعدت برفقتكم طوال وقت هذه المباراة واصفا ومعلقا لها، لكن التغطية لم تدي في بقية هناك في الاستوديو مع الزميل هيكل وبقية الكباتن. إذن شكرا جزيلا للزميل سمير المعيرفي. إذن كان تتويج فريق وفاق سطيف، وهنا نشاهد فرحة التتويج وسنشاهد نزول الكأس إلى اللاعبين للاحتفال على أرضية الملعب بالنسبة لفريق وفاق سطيف، فريق كبير فتتويج جديد. وهو على كل كابتن جمال فريق وفاق سطيف متعود على التتويجات، وهذا التتويج ليس بالجديد لفريق ممكن الأبرز من حيث التتويجات على الصعيد المحلي الجزائري. ما في حتى شك، يعني اليوم الوفاق توج بالمرة 25 في تاريخه، وأول كأس السوبر اللي يعني اللي كان نهزم فيه مرتين اليوم هو تحصل عليه، والرئيس حمار ورئيس مسرور يعني جدا. اليوم هذا هو التتويج السابع عليه في ثلاث سنوات، يعني الأربع سنوات من جل للفريق. حمار أدخل تغييرات كبيرة على فريق وفاق سطيف صراحة، مع الرئيس حمار تغيرت العديد من المعطيات كابتن نصر الدين. بالطبع من حيث اللي جاء حمار على رأس الفريق، والفريق يتوج بالألقاب، جميل كان تكرر كل الألقاب هذا، وخاصة جاب أشياء يعني دخل الاحترافية في وفاق سطيف من جميع النواحي. من كان يتكلم في البداية قبل المباراة كان يتكلم على الاستقرار في الجهاز الفني، يعني رغم أنه لما جاء حمار الفريق تخلى على عناصر بارزة، جابوا الحاج عيسى، العديد من اللاعبين اللي كانوا بارزين في وفاق سطيف الماضي كانوا مشاو راحوا غادروا الفريق ومع هذا وفاق سطيف يعني موجود، بقى موجود وتحصل على عدة لقبات من بعد، يعني كاس الشامبيونز ليغ والسوبر كوب تاع افريقيا، يعني كله مدة التوجيهات، يعني حقيقة راهو في الرصيد ديال السي حمار.
صحيح. هو بالنسبة لهذه الكأس طبعا ستكون لها تداعيات كبيرة جدا على المستوى المحلي أيضا. على كل قبل ما نحكي على التداعيات باعتبار نرجعنا للستوديو نرجع للمباراة على الأقل في بضع دقائق حتى نشاهد ممكن أهم اللقطات. نبدأ باللقطة